كركوك بالنسبة للمكونات، بالنسبة للمكون العربي ما فد يوم قال كركوك عربية، قال كركوك عراقية. بالنسبة للمكون التركماني كركوك عراقية بهوية تركمانية. فقط المكون الكردي هو من يقول كركوك كردية. من ينسب مدينة فيها مكونات متآخية، مكون العربي مكون التركماني، من ينسبها له فقط، هذا معناته أنه كركوك ليست كردية. من ينسب المحافظة ينسب مدينة بأكمله له معناته أكو فشي يريد زين. هسه مكونات